اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده ويلا نتصالح. ايوب لام ربنا من كتر الم، لما اعمل زيه ابقى غلطان، بصرخ لربنا بوجعي وبعاتبه، هل ده غلط؟ ان مكنتش اعاتب ربنا افضفض مع مين؟ هو انا وحش للدرجه دي انه يحصل لي كل ده؟ هل مطلوب مني اكبت مشاعري المتالمه؟ الاسئله دي وغيرها يكون موضوع حلقتنا النهارده مع ضيفنا موثق الف الصدارك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا أنس. حضرتك سمعت المقدمة، في وسط الألم في وسط الأزمة الشديدة بتبقى المشاعر متألمة وموجوعة، وبصلي داخلة لربنا بوجعي، ممكن أعاتبه، ممكن أقول له ليه يا رب، ممكن أقول له أنت لو بتحبني أكيد لازم تتدخل وتحل المشكلة. هل في غلط في الكلام ده؟ طبعا انتوا بتسألوا مثل الأول على قصة أيوب وقصة علشان أيوب، ما هو يعني أيوب عمل كده، أيوب يعني كان عمال بيشتكي وبيطرح شكواه أمام الله، ويعني وكتير يعني لام ربنا، يعني أنا فاكرة، يمكن مش فاكرة نص الآية، بس قال له زي إن أنت نصبتني، كأنه هدف للسهام بتاعتك، يعني كان معنى الآية حتى لو أنا مش فاكرة النص بتاعها. فألمه عبر عن شكواه لربنا بعتاب وبلوم. طيب خلينا نشوف برضو ندرس الموقف بتاع أيوب البار ونشوف هل اللوم اللي قدمه ربنا هل أفاده أم أضره؟ مش دي أهم حاجة؟ إحنا لما بنعمل حاجة نشوف إيه فايدتها، وهل هو اعتبر إن اللي عمله ده كان صح ولا غلط عشان نقتدي بيه؟ لأن طبعا آبائنا القديسين العظماء الكتاب المقدس بحكمة سماوية سمح إن الله يظهر قوتهم وعظمتهم ومجدهم وأيضا الضعفات. أبونا إبراهيم العظيم أبو الإيمان، الشيء المبهر وتقديمه لإسحاق ابنه وخروجه على كلمة الله وسيره وراءه، يجي في وقت يقول لسارة أنا خايف إن الناس يشوفوكي جميلة يقتلوني بسببك، كل مكان نروح فيه اخفي إنك مراتي وقولي بس إنك أختي. برضو يعني نقطة ضعف. أولا ده ما يقللش من آبائنا القديسين ولا ينزل منهم من صورتهم في عينينا ولا تقل قداستهم، لكن يعلمنا حاجة برضو الكتاب المقدس إن ما فيش حد كامل إلا الرب يسوع. ايوه حسب برضو حقيقي إيه نبواتي، حقيقي، وكمان يعزينا لو ضعفنا لكن مش بيشجعنا نتمثل بنقط الضعف في حياة آبائنا القديسين ونقتدي بيها. يعني هل أنا أعمل زي أبونا إبراهيم أسيب كل مجده وجلاله وإيمانه وعظمته أقول أهو وأقول لمرات تعالى نخبي تمام. حاجات ونكذب ونقول كده؟ مش فكرة صحيحة. نشوف بالنسبة للقديس أيوب البار اللي طبعا الكتاب شاهد عنه أنه بار وربنا شاهد عنه أنه بار، ولكن زي ما أبانا القديسين علمونا أن نقطة البر الذاتي هي اللي نزلته في هذا المستنقع الرهيب من الضغطات والصعوبات. ندرس بالظبط هو ابتدى امتى يتكلم ويقول كلام على الله. كل التجارب الاولانيه اللي حصلت له يقول الكتاب المقدس ده بشهادته، يقول ايه؟ في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله. ده اللي هو لما قال الرب اعطى الرب اخذ، لا ليكن اسم الرب لا مباركا. لا دي لا المرحله الثانيه، دي دي مرحله المرحله تانية. الاولى اللي قبل ما تجيله الامراض والقروح اللي في الجلد، دي ولاده والماشيه والجمال وكل ثروته اللي اتعدمت في وقت قليل. بس خلي بالك من التعبير، بيقول لك في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهاله. يعني ايه جهاله؟ يعني ليه يا رب عملت كده؟ هل يا رب اللي عملته ده كان صح ولا غلط؟ هل يا رب اللي عملته ده كان سليم ولا مش سليم؟ انا ذنبي ايه في كل اللي بيحصل؟ بس هو بفهمه بيقول ان هو كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهال لهذه المرحلة. وهنقول ليه يعني، بس خلي بالك من التعبير ده عشان هستفيد بيه بعد شوية. بعد شوية لما جات له الأمراض ومراته قالت له بارك الرب ومت، يقول لي الكتاب إيه؟ الخير نقبل من عند الله، من عند الله، والشر اللي نقبل فيه. كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتي. يعني هو ماسك نفسه ومضغوط بس ما قالش ولا كلمة سلبية في حق ربنا، لا قال له ليه يا رب ولا انه انت ظلمتني ولا استغلط ربنا عشان يطلع نفسه صح في المرحله دي. جم اصدقائه وقعدوا عنده كام يوم. خلي بالك بقى اللي بيهيج المشاعر ايه؟ ابتدى يتكلم
ابتدى أصدقائه يفكروا بطريقة العهد القديم اللي احنا قلنا عليه، إن الأبرار يباركون والأشرار يعاقبون. ورغم إن الفكرة دي فكرة كتابية صحيحة، لكن ليها استثناءات. والرب قال مثلا بالنسبة للأشرار بديهم فرصة عشان يتوبوا، فمش لازم عشان أبقى شرير أروح ميت تاني يوم. لكن في وقت الضعف كان رجال الله بينظروا للأشرار ونجاحهم كأن حاجة فيها استغراب، لأن زمان في العهد القديم كانت البركات أرضية واللعنات أرضية، غيرنا في العهد الجديد يعني. هرجع لأيوب بقى مرة تاني. فابتدى أيوب أصدقائه يطبقوا عليه القواعد دي، أدام جات لك مصايب يبقى أنت لا يمكن تكون من الأبرار، وابتدى كل واحد إيه يتهم اتهاما مختلف. هنا بقى النقطة الخطيرة في الموضوع، إن لما أيوب اتضغط عليه وأصدقائه اتهموه بأنه هو أخطأ أو عامل خطايا وحشة عشان كده جات له الحاجات دي، هيعمل إيه الإنسان في الوقت ده؟ ابتدي يرمي المسؤولية والملامة على الله. دي نقطة عميقة نفسي ناخد بالنا منها. لما تبقى عليك ضغوط جامدة قوي، إبليس بيعمل زي أصدقاء أيوب، أنت غلطان. قال له لا أنا مش غلطان، أنا ما استاهلش كل ده، أنا ما عملتش حاجة يحصل لي كل ده. قال لك طب أمال مين اللي غلطان؟ ما ربنا اللي جابها لك، يبقى ربنا اللي عمل كده. شوف ازاي؟ يعني في حركة بتحصل واحنا مش واخدين بالنا، الكتاب شرحها بشكل تمثيلي فاضح وواضح ما بين أصدقاء أيوب وما بين أيوب. أنت غلطان، أبقى أنا يا رب مستوي ومتخبق فوق دماغي ومبر بظروف صعبة وتيجي تقول أنت غلطان؟ مين هيقدر يستحمل كده؟ طيب خلاص، أمال مين اللي غلطان؟ أم الإنسان من غير ما يقصد يرمي الملامة على إيه؟ على ربنا. وده اللي قاله أيوب في الوقت. هل الفكرة وضحت؟ فكرة يعني وضحت. مش الضغطة اللي غلطته، لكن الملامة اللي رماها أصدقائه عليه وقعته في إن يرمي الملامة دي على الله. لا مش هقدر استحمل بقى، أنا مش معقول كل اللي أنا فيه ده وكمان تطلعوني غلطان. لا، طب مين غلطان؟ ربنا اللي غلطان. طيب خليني هي طبعا أصلا نقطة جديدة، وفكرة ربطتها بإنه إلقاء اللوم عليه من أصحابه التلاتة هي دي اللي زي يعني عملت تريجرينج بنسميها، يعني هي دي اللي خلته يلقي بالملامة على الله. دي نقطة جديدة، فخليني أفهمها مع حضرتك أكتر. هو لغاية ما قال الخير نقبل من عند الرب أو من عند الله، والشر نقبل في كل هذا، ربنا قال إنه ده مش هو اللي قال في كل هذا لم يخطب أيوب بشفتيه. يعني بيتكلم لأن هو كاتب السفر وهو صادق. يعني لغايه المرحله دي والمرحله اللي قبلها تمام، مفيش كلمه طلعت فيها ملامه لله. ماشي، هو قابل كل حاجه من ربنا ايا كانت، فهو قابلها ومش متذمر. بالظبط، ولا متذمر ولا بيلوم الله ولا في كلام من ده. بعد كده بقى حدثت الايه؟ يعني الفكره اللي بقبلها، ودي حاجه غريبه جدا يا باشمهندس الحقيقه، يعني هي دي حاجه جديده تماما، لأن حضرتك حتى قلت من غير ما أخد بالي. الفكرة اللي بقبلها أنه أكيد أنت السبب في اللي بيحصل لك، الفكرة دي لما بقبلها وأنا تعبان هتخليني، ما أنا عايز أهرب، أنا مش هستحمل. صح. خليني أفهم من حضرتك، أنا مش هستحمل كمان أنه وأنا تعبان تيجي تقول لي أن أنا أنت غلطان، فلازم هصرف هذا الغضب أو هذا الضيق، لا يبقى مش انا اللي غلطان، فيبقى ربنا هو اللي غلطان، فاروح عليه واقول له وعاتبه والومه واقول له ليه ده بيحصل. صحيح، وده بنشوفه في الحياه العمليه. يعني الزوجه تبقى شايله مسؤوليه كبيره وتعبانه وشايله البيت وشغل وبره، ويجي جوزها يقول لها انت اللي غلطانه وانت مقصره في العيال. لا، بتنفجر هي، يعني مستحمله كل ده وايه وساكته. لكن اول ما يضيف عليها ملامه، انت اللي دلعتيهم، انت اللي سايبه لهم الحبل على الخارب، اتهامات. فهتتهم الزوج، هتخرج عن شعورها وتبتدي تتكلم كلام، ليه يا رب عملت كده وانا ذنبي ايه يا رب؟ ما هو الانسان مش قادر يستحمل، فيلقي اللوم بقى على من حوله. ايوب في القصه دي هيرمي اللوم على مين؟ على النار اللي نزلت، ولا على اولاده اللي ماتوا؟ ما فيش حد من البشر، لا مراته ولا اخرين يرمي اللوم عليه. فمين اللي يترمي عليه اللوم؟ وده رد فعل نفسي بيحصل للإنسان أما يبقى مضغوط، بيبقى عاوز يرمي المسؤولية والملامة على أي حد أو على أي حاجة، لأنه مش مستحمل مع التعب يطلع غلطان. يعني فاهم نفسيته بتبقى متوترة جدا ورافض كده. فإبليس يبتدي يوقعه، أنت اللي غلطان،
انت اللي جبته لنفسك، انت اللي سكت، انت اي اتهام ما بس يجي في دماغك من هنا تلاقي نفسك في الناحيه الثانيه على طول من غير ما تقصدي، يا ترمي اللوم على الناس لو الناس الاخرين اللي حواليك، يا ترمي اللوم على الله. رد فعل دفاعي الانسان بيعمله بس بيضره ضرر شديد جدا. بيضره ضرر شديد. هل هنقدر نشوف ده مع ايوب مثلا؟ هنشوف. لغايه كده الراجل كان مستحمل وبيشكر ربنا. اول ما حصل كده ابتدت نفسيه ايوب تتدهور، وتقرا الكتاب المقدس تلاقي نفسيته من سيء لأسوأ. ليه؟ من ضمن الكلام اللي قاله: هاني اصرخ ظلما فلا استجاب. ادام ظلما يبقى مين اللي بيظلمه؟ ما هو اصرخ ظلما، ما هو بيصرخ لمين؟ اذا بيتهم الله بالظلم. بيصرخ لله. حي هو الله الذي نزع حقي. يعني انا كان عندي حق وربنا نزعه مني، يبقى ربنا ايه؟ ظالم وينزع الحقوق. تلف احبولتك علي، يعني كمان كان يعني كلام مؤلم الواحد ما يستحملش يتقال على حبيبنا الرب الاله القدوس. ايوب قال ده لما بيعاتب بقى ليه، قال تبررت والله نزع حقي. ايه ده؟ ده اله مفتري؟ اسف اني اقول الكلمه دي ولا ايه؟ حاشا لله، بس الصوره بتقول كده ان واحد بار وباخد حقك. ده ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ وبعدين يقول ايه؟ أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله. شوف الموضوع. ده أليه لما قال كده. أليه هو بيعاتبه. بس شفت ايه؟ ما هو أنا مش عايز أطلع نفسي غلطان، وما فيش غير أنا هو، حتى قال: إن كان ليس هو فمن؟ يعني لو مش ربنا اللي بإيده الحاجات دي، طب مين؟ مع إن الكتاب في أول السفر بيقول الشيطان هو اللي عمل كل ده. لكن من ضمن حيل الشيطان إن ببقى تعبان ومضغوط، يحاول يخليني ارمي اللوم على الله، بس طريقة انه يرمي اللوم على نفسي، انت السبب وانت اللي غلطان، قوم ارمي على الاخرين. لما تقابل بقى مع الله، احنا بنسال هل اللي عمله ايوب ده صح ولا غلط؟ واحد، هل الانحدار النفسي اللي وصل اليه ورغبته في الموت لما قال ربنا خد نفسي مني، لا انا مش عايز اعيش، وكان عايز ينتحر او يموت باي شكل من الاشكال، وفي الاخر الله عاتبه على ما فعل ولا سقف له على اللي عمله عشان نعمل زيه؟ تعال نشوف الله لما قبله قال له ايه. فاجاب الرب ايوب من العاصفه وقال له: الان شد حقاويك كرجل، اسالك فتعلمني، ولعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت. طب خليني بقى نقف عند الايه دي او عند الكلمه دي من الله، لانها كلمه كبيره قوي. ده ربنا نفسه اللي قال. وخلي بالك، فأجاب الرب أيوب من العاصفة، يعني بعض المتأملين بيقول يبدو أن الله كان يتحدث غاضبا، عشان بيقول من العاصفة بعض المتأملين، يعني زعلان. زعلان مش منه، زعلان على الحاجة اللي وصل لها. تستذنبني لكي تتبرر أنت. تستذنبني يعني أنت جايب علي أنا الذنب، جايب علي أنا الغلط عشان تتبرر أنت. ما أنا مش قادر أستحمل وسط اللي جرالي ده، كمان تطلعني غلطان كتير على نفسيتي، فأنا منفعل فرمتها على ربنا. فإحنا بنسأل في السؤال: هل اللي عمله أيوب صح نقتدي بيه؟ لا، مش صح، لسببين: إنه اتأذى باللي عمله ده، إنه يلوم الله، وفي نفس الوقت الله عاتبه على ما فعل عتاب واضح. إذا الله لا يعاتب على شيء كويس، مش كده ولا إيه؟ الله بيعاتب على شيء مش كويس. ولعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر أنت. وشوف بقى أكمل الحديث يعني. فأجاب أيوب الرب فقال، ده بقى من فمه، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بمعرفة؟ بيتكلم عن نفسه. ولكني نطقت بما لم أفهم. لو أنت عايز تقتدي بأيوب وتنطق بما لا تفهم وتستذنب الله عشان تطلع نفسك براءة، هتأذي روحك مش هتفيد نفسك. ايه الأذية؟ ان استمرت الضيقة في حياة ايوب. ودي يعني اعظم ضرر. يعني انا ببقى في وسط المشكلة وفي وسط الأزمة، كل صلاتي ايوه، كل هدفي ان انا اخلص، طبعا انه الوقت ده يخلص. طب هل الوقت ده خلص بهذا النوع من الصلاة؟ وبعدين يقول ايه؟ اسمع الآن وانا اتكلم، أسألك فتعلمني. دي هشرحها بتوضيح، لأن كان المفروض يقولها بدري من أصحاح 3 ولا 4، مش من أصحاح 40 ولا 42. بسماع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأيتك عداء، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد.
واحد بيقول أرفض وأندب ويقول نطقت بما لم أفهم بعجائب فوق لم أعرفها، والأول يقول إيه؟ يقول عن نفسه ها أنا حقيقة بماذا أجاوب؟ بيتقدم توبة واضحة جدا لله على اللي عمله. طيب لما حد من أبائنا القديسين في العهد القديم يقع في وقت ضعف ويعمل حاجة ويتوب عنها، ناخد الحاجة دي ونقول ده منهج ونكمل عليه ونعمل زي أبونا أيوب، نعمل زي أبونا أيوب في صبره في الفترة الأولى العظيمة اللي في كل هذا لم ينسب أيوب بفمه كلمة لله، وقال لها الخير نقبل أم الشر لا نقبل، في كل هذا لم يخطئ أيوب. دي الفترة العظيمة اللي كان فيها صبر، لكن فترة الوقوع تحت أنه يستغلط ربنا ويلوم ربنا وينسب لله جهالة، ما نقدرش نقتدي بالحتة دي، لأن واحد ضرر، اتنين الله عاتبه عليها، تلاتة هو اعترف انها غلط، اربعة استمرت الضيقة على دماغه ولا فيش اي حاجة اتحلت. هو انا بصلي لو مجرد ابعبع زي ما بيتقال في مقدمة الكلام، هو الصلاة بعبعة ولا الصلاة بغرض ان الضيقة تنتهي او يجد لها حل او ارتفع فوقيها او اقدر انتصر عليها؟ طيب انا هجاوب على حضرتك في السؤال ده بس يعني بعد ما نخلص مع ايوب، لكن هو اكيد طبعا الحاجة الاكيدة اني لما بقف قدام الله في وقت الضيق انا هدفي انه الضيقة تخلص، مش كده؟ طب هل الضيقة خلصت بهذه الطريقة؟ لكن بعد ما عاتبه أليه وبعد ما عاتبه الله وبعدما تاب ايوب عما قاله الله رفع الضيقة عنه. طب انا ايه اللي دخلني في المنحدر المرير ده؟ مفيش داعي منه، هحاول ان انا بقى الاصحاح الاخير ده واجيبه بعد ايوب في الاول يا رب وهيقول ايه بقى. طب ما هو في الوقت ده مين اللي غلطان؟ مش من الوقت المناسب وانت في التعب النفسي تبحث مين اللي غلطان، مش ده الوقت المناسب، انت منفعل جدا، مش ده احسن وقت تبحث مين اللي غلطان، لانك لن تتقبل ان تكون مخطئا. وإذا رميت على جوزك ولا زوجتك، جوزك ولا زوجتك ولا أولادك ولا آخرين لن تتحل المشكلة، وأوحش حاجة لو رميتها على ربنا. اهدأ وقدم لله مشاعرك الطيبة بثقتك فيه وأطلب أهم سؤال، إيه؟ مش ليه يا رب عملت كده؟ كيف ترى يا رب هذا؟ وده أهم سؤال لازم ناخد بالنا منه. طيب أبو حضرتك قلت كذا حاجة وأنا عندي سؤال في كل نقطة. طيب حضرتك أول حاجة بتقول إنه مش ده الوقت إني أسأل مين الغلطان، صح، وإنه أروح بمشاعري لله وإنه أسأل ربنا أنت شايف إزاي. أول نقطة فكرة إنه ما ينفعش أسأل في الوقت ده مين اللي غلطان، طب ما هو المشكلة ممكن مش هتتحل يعني غير لو تعرف السبب، ويعني أغلب مشاكلنا الحقيقة بتحصل، مش هقول اغلبها، يعني في جزء كبير جدا من المشاكل بيحصل بسببي انا، بسبب غلطه، بسبب ان انا زرعت حاجه مثلا مش حلوه وبحصدها دلوقتي، فانا السبب، انا اللي غلطانه. ايوب نفسه هو اللي كان السبب في المشاكل اللي حصلت له. صحيح. طيب يعني ما هو كان المفروض بقى ان هو اول ما حصل ده يروح لربنا ويساله يا رب هو ليه ده بيحصل؟ صحيح. هل انا غلطان ولا لا؟ صحيح. بس هذا لم يفعله أيوب وهذا لم يفعله أليه وهذا لم يفعله الله. يعني تناول الله وحل مشكلة أيوب، مش قال له تعالى أيوب أنت كان عندك بر ذاتي وأنت كنت بتقدم ذبائح عن ولادك وما قدمتش ذبيحة عنك، رغم أن دي هي إيه؟ أساس المشكلة. علاج الله ما تطرقش أبدا لسبب قضية أيوب في هذا الأمر، لكن عالج السبب الدفين اللي جوه قلب أيوب بأنه يظهر من هو الله ومن هو الإنسان. فتواضع أيوب وترك البر الذاتي بدون ما نقوله أنت السبب في كل اللي حصل لك ده. يعني حل المشكلة ببراعة كطبيب عظيم بدون ما يجرح مشاعره ويقول له كل اللي حصل لك ده يا أيوب بسبب كذا، ولكن السبب عالجه. هو الأهم أن نعرف إيه السبب ولا الأهم أن احنا نعالجه؟ لا احنا فاهمين أنه احنا عايزين نعرف السبب عشان نعالجه، مش كده؟ هو الله تم معالجة السبب في حياة أيوب أنه شاف، هو الأصحاح اللي بيتكلم فيه ربنا وراله هو مين، وراله إنسان مين. فالبر الذاتي وراه كبرياء، فالكبرياء اتشطب لما شاف عظمة الله وشاف مجده وقدرته وجلاله وشاف أنه صغير، فبص كده بصة، البصة دي هي تعديل للرؤية وطرد الكبر والبر الذاتي، وتم تصحيح الأمر بدون ما استغلطك ولا طلع غلطان.
طب هي دي براعة الحقيقة، بس يعني هو ايه مستوى عالي علينا شوية يا باشمهندس. بس الله هو الله. الله، هكلمك ازاي نحصل على كده؟ بس الفكرة، من فضلك اترك للرب الريادة، وانه طبيب ماهر ازاي يعبرك وقت الانفعال الصعب. ونمرة واحد، ما تقعش في مطلب مين اللي غلطان. احنا تعودنا في مجتمعاتنا ان احنا دايما اي مشكلة ندور على كبش فداء وننهال عليه ضربا، فاهمة ازاي؟ وده مش احسن حاجة في تناول المشاكل وحلها، ده بيثير المواضيع احيانا ومش بيجيب الاجابة الصحيحة اللي تناسب التعديل اللي الله عايزه. اجيب مثال، يعني مثلا في العهد الجديد الكنيسة كان رب المجد يسوع في الارسالية الاولى طلب من التلاميذ، قال لهم ما تروحوش للامم ولا حتى للسامريين بل الى خراف بيت اسرائيل الضال. خلاص الارساليه دي خلصت، جت الارساليه الثانيه بعد قيامه رب المجد يسوع وقبل قيامته، قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع، اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. الكنيسه بقى قعدت السنين الاولى لا تبشر الا اليهود، لسه عايشين بالارساليه الاولى. طب هل الله تقابل مع القديس بطرس او احد التلاميذ وقال له ازاي تعملوا كده؟ انتوا غلطانين، اللي عملتوه ده غلط، انا كلمتكم قلت لكم تذهبوا للعالم اجمع ما رحتوش ليه؟ لا، انتوا عارفين الرؤيه بتاعت الملايه. ايوه، الملايه نزلت ثلاث مرات للقديس بطرس وراه كل الخليقه وقال له اذبحوا الكل، قال له لا يا رب انا عمري ما عملت كده. بس الكلمه الرائعه اللي قالها القديس بطرس قال ايه؟ قد اراني الرب اني لا اقول على اي انسان انه نجس او دنس. اذا الفكره في اني ما بشرتش لليهود ان كانوا بيربونا الحاخامات واحنا صغيرين ان الامم دول نجسين. فالله عالج الفكره ولم يطالب القديس بطرس او الكنيسه بالاعتذار، ولا ايه؟ ايوه، هو عالج الفكره والقديس بطرس تجاوب على طول، فهم وتجاوب واتجه وذهب يعني الى كرنيليوس وقدم رساله والروح القدس ايدها، واليهود اللي كانوا لسه متبانين الفكره دي اضطهدوه وقوموه على اللي هو عمله. بس عشان كده بقول لك الله مش اله الصواب والخطا، رغم ان هو من اسس الصواب والخطا. الله الاله الذي يعمل على تغيير توجهات القلب فتصطلح الامور. احنا متعودين مين اللي غلطان ونقفش فيه ونعلق له المشنقه، سواء انا او اللي حواليا او ربنا. الله مش طريقته باستمرار ان يقول لي انت اللي غلطان، لكن طريقته انه يساعدني اني اشوف شوفه جديده تخليني ما بقاش في الحاله الوحشه اللي انا فيها، وما بقاش بزرع غلط، ما بقاش بعمل لو كان المشكله دي مني انا، وما بقاش بشوف في الدنيا غلط وبالتالي بتعب. فالله يعمل كصديق وفي على ان يريني الامور بدقه وبحقيقه. ايوب كان شايف نفسه بر جدا وما شافش ربنا، ربنا وراله عظمته فتواضع ايوب بدون ما يقول انت صغير وانت ما تسويش وانت كنت متكبر وانت كان عندك بر ذاتي، فاهم قصدي؟ ورد ربنا لأيوب كل ما كان راح منه بل ضعف ما حدث. وهنا نشوف معنى جميل في تعاملات الله، بلاش دايما نروح لربنا بفكرة مين الغلطان سواء أنا أو غيري، لأن أحيانا دي بتكهرب الموضوع ما توصلنيش لحاجة وبتعمل قفلة، يعني بيني وبين ربنا بتعمل قفلة. ما هو أنا غلطان يا أنت غلطان، طب أنا مش مستحمل أنا غلطان، يبقى أنت اللي غلطان. أنا ما بقولهاش ببقي بالجراءة دي، لكن بقى في وسط الكلام بقى اللي انت حضرتك بتقوليه، ويا رب وليه تسمح بكده وليه ترضى بكده وليه انا بس اللي كده وليه الناس دي كلها كويسه وانا الوحش وليه وليه، كلها ملامه وعتاب لله ليس في محله، ومش طريقه ربنا انه يرد عليا بنفس الامر. لا، ده انت اللي غلطان وانت اللي جبت لنفسك وانت اللي حصل لك كل ده، فاهم قصدي؟ بس طريقه الله انه يعيد الرؤيه فتنصلح كل المنظومة اللي كانت من الأول لآخر خرب. طيب خليني كده أقول مع حضرتك وأهتم حضرتك بتقول لنا برضو يعني رؤية جديدة تماما للي حصل مع أيوب البار، رؤية جديدة مشجعة مشرقة، بس إيه زي إحنا حاسة إنه إيه محتاجين وقت كده على ما ننقل مع حضرتك شوية، يمكن لأنه لسنين كتير كان
بيتقال انه، او كان احيانا بيتقال انه لما تحصل مشكله اول حاجه تروح لربنا وتقول له يا رب هو انا مثلا غلطت في حاجه، اتوب عن حاجه، اعمل عن حاجه. بس حضرتك بتتكلم على وقت الم، مش وقت يعني مشكله صغيره وانا رايحه لربنا. خليني افهم من حضرتك الحته دي الاول، صحيح. صح؟ مش لما وقت الالم والمشاعر الملتهبه الموجوعه. بالظبط، ومش طيب دايما بيبقى الحل ان انا غلطان ولا لا، زي ما بقولك الحل اللي اعظم اصلحها ازاي، مش مين اللي غلطان. احنا في واقع عايزين نغير، بلاش ربنا في الجانب ده. يعني زوجين مختلفين وطلبوا مني ان انا اقعد وسطهم، وهي تقول هو اللي غلطان وهو يقول هي اللي غلطان، كلمة اللي غلطان مين بتقفل واحد على اللي قصاده. فانا دايما اقول لهم ما تدوروش مين اللي غلطان، تعالوا ندور مين اللي خسران. ودي كلمة يعني بقولها كتير في وسط الحاجات، فيفكروا هما الاتنين خسرانين، طب أكيد. تعالوا نحل. لان كلمة مين اللي غلطان دي بتستدعي الناموس، واحنا مش في زمن الناموس، لان الناموس فيه لعنات. دايما بيطلع العنصر العدالة الانسانية القاصرة في ان اتهم الاخر بشيء، اذا بقينا غلطان تستاهل وتستاهل وتستاهل، خلاص قفلنا البيت وعملناه قضاء وبنتهم بعض، بنحط بعض في السجن. انا بحكيها في المثل، هكذا نفعل مع الله احيانا. عشان كده بقولك اهم حاجة ان احنا نهتم بانه كيف نرى الامر من عينك يا رب، وبالتالي الامور تتصحح، تتصحح بدون اعتراك مين اللي غلطان، والواحد ضميره يوجعه، وانا اللي ما ربيتش ولادي كويس، بقى كله بيحصل ده بسبب اخفاقاتي، وانا مش عارف ايه، وابقى في مأساة بعد المأساة. ولن تصلح شيء، مش هيجيبني الزمن لورا واعيد اصلاح ما تم، مش كده ولا ايه؟ يبقى في ايدي يعني خبيثة عايزة تدمر كياني. هل الله عاتب ايوب على البر الذاتي؟ لا. هل عاتبه على الكبرياء؟ عاتبه على ما قاله ووضح من هو الله، فاتظبطت بسماع الاذن، سمعت عنك والان رأيتك عيني، اندم واتوب عن اللي انا عملته. توبه جميله ونظيفه وحنينه وعميقه كل العمق. لان ايوه لو هو عميقه قوي. تعبان وربنا قال له كده، ممكن نتيجه انه عشان يطلع من التعب يقول له انا طبعا. غلطان بس اطلع. واحيانا بنعمل كده، توبه المصلحه، الدنيا متطربقه، طب يا رب انا غلطان، انا غلطان بس مش بتوب، ولا فكري بيتغير، ولا رؤيتي بتتغير، ولا حالي بيتصلح، انا بقول كده عشان اطلع من المشكله، وبكرر اللي بعمله مرض. ايوب لن يكرر هذا مره اخرى. شوف العلاج الالهي هنتكلم عنه بتفصيل اكتر، بس انا برضو عايز طيب. فكره ان احنا نلوم ربنا ونعاتب ربنا، الكلمات دي نشيلها من المفهوم بتاعنا، لانه مضر لينا كل الضرر. طب خليني ارجع للجمله دي اللي حضرتك بتقولها، لانه حضرتك قلت انه ما نروحش لربنا اول حاجه، ما نروحش بفكره انه مين الغلطان، لكن طب خليني اروح لله في الاول واقول له ازاي تشوف، او انت شايف الامر ازاي. بس انا عايزه ارجع تاني لفكره المشاعر الموجوعه. طيب هو انا حتى في الاول، واحنا في الاعداد بتاع الحلقه، كان اتطرح سؤال، طب هو انا لو مش هفضفض مع ربنا هفضفض مع مين؟ وبعدين انا ربنا ده احنا في علاقه حب، ويقول لك لو بتحب حد عاتبه، والعتاب من المحبه، دي حتى جمله معروفه. فانا رايحه لربنا بعشم كده وبقول له يعني يا رب عتبانه عليك، اتاخرت عليا، عتبانه عليك الدنيا اكتر مما انا استحمل، عتبانه عليك انه الدنيا مش بتخلص يعني. فده برضو في حته حب موجودة، بس حضرتك مش شايفها جايز. طيب خلينا قبل ما نكرر كلمات ونعدها ونتكلم فيها، الملامة والعتاب ليه معنى في اللغة العربية هقوله، وفي العبري هقوله، وفي اليوناني هقوله، ولو ينفع المعنى ده تطبقه على ربنا عاتب ربنا. واحد، في اللغة العربية العتاب هو اللوم على تصرف مكروه. يعني لوم على تصرف مكروه. ما انت لما تقول له ليه يا رب كده، يبقى انت بتستغلط ربنا، ملهاش معنى تاني. انت كنت متوقع يعمل حاجه وما عملهاش، يبقى الله عمل حاجه في عينك انت غلط. انا ما اقصدش كده انت، بس الكلمه بتقول كده، بس كده. تعالى في العبري، العتاب في العبري يعني توبيخ ولوم وتصحيح وتأديب. يعني انا هوبخ ربنا وهلومه وصحح له تصرفاته تصحيح صعب وأدبه، قوي كمان.
الكلمة دي ذكرت فين؟ في التكوين، يقول لك وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك. يبقى ناس بتغتصب، بتسرق، بتنهب، فأنا بعاتب على كده. هل الله يتقال عليه كده؟ انا بفتكر مع حضرتك دلوقتي حتى رب المجد لما قال ان اخطا اليك اخوك اذهب واعاتبه. لسه هقول لك ده بقى في العهد الجديد، ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه. يبقى عاتبه امتى؟ لما يغلط. طب هل هشيل ربنا اخوك واحط ربنا؟ قول له ان اخطا اليك ربنا اذهب وعاتبه. كلمه عاتب في اللغه اليونانيه ان يوبخ بشده للتاديب والعقاب، الادانه والمساءله وازهاء خطا الشخص. هل ينطبق، ينفع لو بتحبيه انك تعملي كده معاه؟ لا طبعا، ما يعني لما ما نقول كلمة، حضرتك بتقول ما احنا ما نقصدش، يعني انا بفضفض يعني جوايا مشاعر كده مستنية ان ربنا يجي وما جاش. انا هقول لك نعمل ايه في المشاعر، بس مش عشان جوايا مشاعر يبقى افضفض فيها وفي الاخر قال انا نفسي ايماني ضعف وثقتي في الله ضعفت، وبدل ما اخد البركة اللي عايزها تروح مني البركة بسبب عدم الايمان. لازم ابقى حكيم برضه وابص لمصلحتي فين. يعني ربنا مش قصدي يعديها، بس يعني ربنا مش هيقدر انه انا لاني انا تعبانة ومتألمة وموجوعة فبفضفض في كلمتين فيعديهم لي. طب هل ربنا عداهم لأبونا إبراهيم؟ ولا اتكلم معاه وشاركه ووضح له وفهمه وغير توجهات قلبه وصالحه معاه وبعد كده رد له البركة اللي كان المفروض تيجي؟ هو هل ما السكة عدهاش دي رغم انه طبعا انا بفكر مع حضرتك، هو انا ما اعتقدش انه حد يقدر يقارن نفسه في الازمه وفي الضيقه باللي عدى بيه طبعا ايوب البار، مش يعني كده؟ فمش هقول حتى ان هو يعني هو لو كان هيعدي لحد كان عدها له، لان هو فعلا كان اللي حصل له يعني ما حصلش لحد وكان راجل بار يعني، وكان وكان راجل عنده بار. غلطة تعتبر صغيرة، مش زي أنا اللي عندي عك كتير. شعب الله، بداية الأزمة بينه وبين ربنا الحتة دي، لماذا يا رب؟ أقرأ لك يعني في خروج على طول، وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتمتنا؟ طبعا كانوا عطشانين، ما كانش فيه مية، ما كانوش بيهزروا، ما كانوش بيتكلموا كلام فارغ، بس بدل ما يطلبوا من الله الحقنا يا رب، حصل ايه؟ قالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتمتنا؟ مش كده؟ في كلمة مهمة نفسنا نفتكرها، يعني كلمة العتاب أول درجة في التذمر. العتاب أول أول درجة درجة في في التذمر، التذمر. أول ما قالوا كده لماذا؟ وبعد كده بقى قعد هذا الشعب يتذمر إلى أن مات كله في البرية. الكتاب بيقول ولا نتذمر كما تذمر أولئك فأهلكهم إيه؟ المهلك. مش عايزين نوصل لفكرة التذمر دي، بس اللي مرن نفسه على العتاب هيدخل على ملامة الله ويدخل بعد كده على التذمر، ويبقى أذى نفسه أذية ما حصلتش. أقول لك قداسة البابا شنودة قال إيه؟ يعني ممكن الإنسان يقول ليه يا رب جعلتني في الظروف دي؟ أو جعلتني أشتغل مع الناس دول، أو ليه سمحت بكذا أو كذا، نفس الكلام اللي أنت بتقوليه بالظبط. كل ذلك وضح معنى خطية التذمر، بس بدايتها، لأنه فيه عدم شكر وفي عدم تسليم، في عدم إيمان، والذي يتذمر قد يتذمر على الله نفسه فيصل إلى التجديف أو فيجدف. يعني سكة مليئة بالخطر على الإنسان ومؤلمة جدا بالنسبة له. كلمة ليه يا رب، ليه يا رب، اللي احنا احيانا بنقولها وكأنها بقت يعني سوري زي اللبانة في بقنا، مؤذية جدا، بتقودنا لتذمر، تقودنا جاز لتجديف. كلمة تجديف ما تخضناش، عشان حد بعت لي المرة اللي فاتت كلمة تجديف يعني مقاومة عمل، يعني تجديف يعني بقاوم، يعني هل مقاومة. انا ممكن اجدف على ربنا؟ اه ربنا عايزني اتوب وانا مش عايز اتوب، انا كده بقى اجدف او اقاوم الله. ربنا عايز يديني بركة وانا مش عايز اخدها، فانا كده بقى اجدف على الله. عشان بس الناس دايما كلمة بتربط تجديف التجديف كأنها على الروح القدس بانه عذاب ابدي اي وكده، لا، التجديف يعني المقاومه. طب انا عايز اعيش في كلمه ليه 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 واعيش في المرار ده. احكي لك قصه، كنت بخدم اتفضل. احدى السيدات الفاضلات، وكانت بتمر بظروف صعبه لوفاه الزوج، وعندها حوالي 4 5 عيال مش متذكر، فكان جوزها كان عنده ورشه، فاضطرت تنزل عشان تقعد في ورشه وسط الصناعيه. طبعا. فبدل ما تاخد الموقف لربنا وتقول له فتح عينيا واديني حلول، تقول لي على فكرة
انت ما تعرفش انا روحانيتي ايه. يعني كنت بقول لها نروح الكنيسة وبتاع، انا كل يوم بقعد في البلكونة اعاتب ربنا واعلق له المشنقة، بس انا يا بقول نهار لك أبيض، الكلام بالنص، ولعلمك بقى بستريح. انا بقول لك ياه فكرة العتاب بتوصل واحد فين. انت هي بتستريح ليه؟ عشان ما تطلعش الشحنة. هي غلطانة وطلعت اه الشحنة. طب هل حلت مشاكلها؟ هل خدت من الله حاجة؟ هل لا اتبركت؟ طبعا، هل اتغيرت؟ هل عشرتها بربنا اتقوت؟ هل ثقتها في الله زادت؟ هل خدت نصيب حياة أبدية؟ ولا كل ده اتدمر تحت بند نلوم ربنا ونستغلط ربنا ونعاتب ربنا بهذا المعنى السلبي؟ ضرر، ضرر شديد علينا، لازم ننتبه ليه وناخد بالنا. هو في الأول بيبقى كلمة إيه؟ يعني قداسة البابا شنو تقول لك؟ التذمر عكس الشكر. وهذه الخطية ممكن تتسلل إلى الإنسان ويكررها من غير ما يشعر، من غير ما يعرف أو يلاحظ إنه بيعمل. ليه يا رب؟ وأنا بكلمك بعتاب، وإحنا بنحب بعض، والعتاب بين الأحباء، بين الأحباء اللي بيغلطوا دول بشر يعاتبوا بعض صحيح، لكن نعاتب ربنا بأي معنى؟ والكلام بيتسرسب مننا كده وياخدنا فين؟ في سكة ضرر شديد على حياتي الإيمانية والنفسية، وفي نفس الوقت مفيش حل للمشكلة عن طريق التذمر. يعني شعب الله لما كان بيتذمر خدوا حاجتهم ودخلوا الملكوت ودخلوا أرض الموعد ولا ماتوا في البرية. طب ليه نمشي في هلكوا في السكة دي؟ البرية. بابا تودروس يقول كلمة بس، اتفضل. بيقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. الدمدمة هي التذمر، والإنسان المتذمر يضيع منه الفرح، يضر نفسه. فإذا أنت عايز تمشي بقى في القصة دي اللي أنت بتقولها وبتديها يعني ألفاظ شيك، هتضر نفسك. والله لم يتجاوب مع أيوب فيها، ولا قال له أنت معاك حق يا أيوب، أنا مقدر ظروفك يا ابني، أنا مش زعلان من الكلمتين اللي أنت قلتهم، بعبع وقول اللي أنت عايز تقوله. الله مش بيزعل لنفسه على فكرة. ايوه بيزعل الله بيزعل عليا. على اللي بيحصل لي أنا نتيجة البعبعة اللي أنا بقولها دي. بس أنا هقول لك تعمل إيه مع مشاعرك؟ يعني أنا مش هسيبك تكبت مشاعرك. أنا أقول لك لا تكبت مشاعرك ولا تبعبع بمشاعرك، لكن أقول لك في حاجة معينة هدي لك الحل بتاعها، بس الأول نكتشف إن الباب ده نقفله. باب اللوم لربنا والعتاب بهذا المعنى نقفله. قداسة البابا شنودة بيقول إيه؟ في ناس بيتذمروا على مشيئة ربنا. مش بس لا يقبل مشيئته، لكن يتذمر عليه في البعض ويجدف البعض، يقول لك فين ربنا؟ ليه ربنا مش بيسمع الصلاة؟ ليه ربنا أكلمه مرة ومرتين وأكتر كأنه ما بيسمعش؟ أو نفس الكلام اللي أنت بتقوليه. لا، ليس هكذا نسلك أمام الله، وليس هكذا يكون أدب البنوة أمام الأب السماوي. حتى لو بدا الأمر صعب، أنا أتوجه ليه كابن مش كمعاتب. اللي بيعاتب حد بيستغلطه. يعني نفس النقطة أنا دي تبقى فاهمة. واضحة في عينينا، اللي بيعاتب خليني حد لغويا وفعليا وشعوريا بيستغلط الشخص الآخر ويتوقع أنه كان يعمل حاجة غير اللي هو عمل، ولا تتقب مع الله. طيب خليني أقول بس كذا حاجة. طبعا هو حضرتك في جملة قلتها في منتهى الخطورة، حاسة إني عايزة أبروزها كده، إنه العتاب هو أول درجات التذمر، ودي حقيقة الحقيقة، وطبعا واضح انها حقيقة كتابية واضحة جدا. اعتقد انها كانت خافية عن كثيرين مننا، لكن عايزة برضو من كلام حضرتك اكشف برضو خدع العدو اللي احنا قعدنا سنين مخدوعين بيها، فكرة انه برضو ايه، وخليني برضو اطلعها عشان خاطر لو حضرتك عندك تعليق، انه برضو فكرة ان انا لما اقف قدام الله وافضل احكي له على مشاعري وقد ايه انا متألمة ويا رب انت فين، وانه كل الكلام ده ممكن يصنع شيء من القرب بقى، ما انا عماله بفضفض معاه وعماله بحكي له ازاي ان انا تعبانه وازاي انا يعني شايفه رب، انه زي ما حد كان بيقول برضه يا رب هو انا وحشه قوي للدرجه دي عشان يحصل كل الكلام ده، فانا مجرد ان انا بحكي كده مع ربنا ده بيصنع قرب. هو ايه النوع من القرب اللي ممكن نصنعه؟ يعني هنجيبه للبشر ونشوف هيحصل ولا لا. يعني زوجه بتحكي مع جوزها فبتقول له ظروف صعبه جدا وانا تعبانه ومتالمه، فجوزها بياخدها في حضنه ويطبطب عليها ويقول انا معاكي. لكن لو خلصت الكلام انت سايبني وانت اللي غلطان في كل اللي بيحصل ده واللي جرالي ده من ورا دماغك، جوزها هيسيب البيت ويمشي. انا بهزر بس يعني فاهمه أنا ازاي؟ فاهمة حضرتك. هل لا العتاب لو قربهم لا ولا طفشهم؟ لا لو أنا هيبقى
شكوايه من ظروفي كلها شكوايه بلوم للشخص اللي قدامي، لا طبعا. انا بقرب هما الصورة طبعا، هو ربنا مش هيزعل ومش ايوه هيسيبني ومش هيسيب ايوه البيت، انا ايوه بأكد كده وهيفضل جنبي، بس انا اللي بعدت نفسه عنه، انا اللي بعدت علاقتي بيه. واحد، ان ثقتي الكبيرة فيه اتهزت، ليه سمحت بكده؟ يعني ربنا ممكن يسمح بحاجة مش مظبوطة، ما بقولهاش ببقي لكن في دماغي بتتقال. طب انا اسلم حياتي لشخص ممكن يسمح لي بحاجات مش كويسة؟ لا، انا ماشي حياتي بنفسي. يبقى انا لا عرفت اعيش مع ربنا زي ما قداس الباب بيقول، ولا عارف اسلمه امري، ولا عارف اشكره، ولا عارف اتقرب منه. ايه اللي يقربني منه كده؟ يعني ايه نوع القرب اللي هيحصل بالفضفضه اللي فيها ملامه وعتاب؟ أيوة. مفيش قرب، ده في بعد. اللي بيحصل بقى ايه يعني من خلال خدمتي، ان في بعض الناس بتتاثر بالمزامير اللي فيها عتاب لله، او لبعض الشواهد الكتابيه اللي في العهد القديم اللي كان بعض ابائنا القديسين بيعاتبوا ربنا فيه، فبيكرروها كانها هي دي ايه المنهج والطريقه. وده اللي نفسي نتكلم فيه برضه في دقائق لو سمحتي لي، عشان الدنيا تنور. ليه بعض رجال الله في العهد القديم كان ممكن يعاتبوا ربنا، اما في العهد الجديد بعد حلول الروح القدس لم نسمع عن اي شخص عاتب ربنا رغم كل اللي حصل لهم؟ التلاميذ ما حصل لهمش قليل يعني. وهحكي الفرق. ده داود النبي الحقيقة ياما اشتكى وياما بالظبط، قال داود يعني. النبي واساف وارميه، هحكي الكلام ده وافسره، بس هدي فكره خلفيه يعني. انا كنت قلتها المره اللي فاتت بس عايز اقولها بسرعه. العهد القديم زي ما قلت من شويه مرتبط بالعطاء الارضي، وبالتالي البركات الارضيه لو ما جاتش للابرار بينزعجوا، واذا شابوا الاشرار عمالين ينجحوا سكتهم ماشيه حلوه بينزعجوا زي ما قلت من شويه. يعني داود النبي مثلا يلقى شاول اللي هو شرير وعمال يقتل ناجح وعمال يحاول يقتله والدنيا ماشيه معاه، فكان بيبقى متوتر او متألم. وبالتالي في وقت الضعف ممكن الانسان في العهد القديم، لان الرؤيه كانت رؤيه ارضيه، الامر يبقى غريب، فين يا رب؟ انت قلت الابرار يكافئون والاشرار يعاقبون. الرب كان قال ان حتى الاشرار بيديهم زمان يتوبوا. احنا بقى دي بتروح مننا وقت ايه؟ وقت ما نلاقي الاشرار بيتعبونا. والرب قال ان الابرار يؤدبون ويتغيرون. لا، بتروح مننا الحته دي. فاجي في وقت الضعف اقول هذه الكلمه. هل نقتدي بابائنا القديسين زي ما قلنا في بدايه الحلقه بوقت الضعف ولا بوقت القوه؟ لا، بوقت القوه. اما وقت الضعف فلا نكرره. ليه؟ لان العهد الجديد وضح تماما ان فكره العتاب والملامه دي لا يمكن أن تحدث على الإطلاق، واللي مر بيه أبائنا القديسين والرسل عشرات المرات زي اللي كان بيمر بيه القديسين زمان من عذابات وألمات. نشوف بولس الرسول حصل له إيه. فدي فكرة لازم ناخد بالنا منها. يعني مثلا القصة بتاعت مين؟ بتاعت أساف، لأن قصة أساف دي قصة صعبة. مشهورة جدا. القصة بتاعت مين؟ القصة بتاعت مثلا مين؟ أرميا النبي. وأرميا النبي. لما يقول له إيه؟ تعالى أجيب لك الآية دي. أبر أنت يا الله من أن أخاصمك، لكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. إذا هو شاف حاجة في فكره الديني إنها مش طبيعية، رغم إن ربنا قال أنا هدي الأشرار وقت، لكن في وقت الضعف بيقول الكلمة دي. هل الكلام ده حاجة نقتدي بيها؟ تعال نشوف. أبونا تدرس يعقوب يقول إيه؟ يرى البعض إن هذه الكلمات نطق بها أرميا حين كان دخل في ارتباك شديد. لا. طب هل أسيب أرميا النبي وتعبه وخدمته وما قدمه وما تحمله وأسيب كله وأخد حتة الضعف والارتباك وأعملها منهج حياة وأكمل فيه وأقعد في البلكونة أعلق له المشنقة زي أختنا دي؟ لازم نعي الأمور. إبليس لما بيحاربنا زي ما حارب رب المجد يسوع بيجيب آيات. بالمكتوب. بيجيب آيات ويحاربنا بيها، لازم ننتبه وعينينا تتفتح. قوم ربنا يعاتب بقى أرميا يقول له إيه؟ يقول إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمى في كبرياء الأردن؟ لا خليني أفهم يعني ربنا بيقول له أنت شفت شوية حاجات بسيطة اتكعبلت فيها، أما لما بعتك بقى وتشوف الجموع والشرور وأنا صابر كل الصبر ده هتعمل إيه؟
إذا موقف يعبر عن ارتباك أحد رجال القديسين، ما خدهوش بقى منهج وسكة حياة وأفضل كل كلامي مع ربنا وحياتي مع ربنا عتاب وملامة، وبعد كده أقول ما هو القديس مثلا أرميا النبي عمل كده. طب ما تشوف كل عظائم هذا أولاد قديسين، داود النبي اللي شافه يعني المرمطة اللي شافها، سواء مع شاول وسواء بعد كده مع أبشالوم وسواء كده مع الأشرار، الراجل شاف كتير. كونه يجي في وقت يتأثر أو يهتز إيمانه وبعد كده تلاقي في آخر المزمور استعاد إيمانه بسرعة ورجع لربنا وانتبه للأمر اللي قاله، لكن كان بيتكلم ده عهد كان ارتباطه بالأمور الأرضية. أنت مش ساكن فيه، أنت مش عايش في العهد القديم، أنت الرب قال لك في العالم سيكون لك ضيق، مالكش في العالم، هيبقى زي العهد القديم الأبرار وكفؤون والأشرار يعاتبون مش كده أو يعاقبون. إذا لازم تدرك الأمر، وده اللي خلى الاختلاف الكبير. تيجي بقى في العهد الجديد، العهد الجديد بقى حاجة تانية. استفانوس بيبشر بربنا بيقول كلمتين، الراجل فجأة طوب ورزع ويصر بأسنانهم عليه، يعني كمية الكره اللي طالع من عينيهم وكمية الشر اللي طالع من عينيهم حاجة رهيبة جدا. لو واحد فينا يمر بالظروف دي اول حاجه، ليه يا رب عملت كده؟ وانا يا رب عملت لهم ايه؟ ليه تسمح لي يا رب بكده؟ ده انا ببشر عنك. هل عمل كده؟ هل طلعت من بقه كلمه زي دي؟ لا. ولا الكلام التاني يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. بولس وسيلة زي ما قلنا كانوا في السجن وضربوهم جهرا غير مقضي عليهم ورموهم في المقطره، كانوا قاعدين ليه يا رب عملت فيه؟ ده احنا بنبشر، ده احنا بنبشر باسمك، وليه يا رب الاشرار يعملوا كده؟ هل عملوا كده؟ كانوا بيسبحوا ويرنموا لدرجه ان التسبيح بتاعهم هز اساس السجن، ومن كتر الفرحه اللي كانوا فيها المساجين ما رضوش يسيبوا السجن. هل انت لما تحصل لك ظروف بتسبح وتفرح بربنا، ولا تقعد تئن وتئن وتئن وتضيع معنوياتك وتقع في الارض؟ بتضر نفسك، انت مش بتضر ربنا لما بتلومه، انت بتضر معنوياتك. هل التلاميذ بعد ما ضربوهم وطلعوا من الضرب والعلقه السخنه وقفوا على ليه يا رب اسمح لنا بكده؟ ده احنا برضو المفروض نبقى في وقار شويه، حلو ان احنا نتهزق التهزيق ده؟ مفيش كده. يعني هتلاقي بعد حلول الروح القدس لا يوجد فكره ان حد يقول لربنا ليه؟ دي ما تتقالش، لانها لا يمكن ابدا تعبر عن ان شخص بيشك في ربنا. كلمه ليه؟ بيشك في كلام ربنا وصحه عمله. لا يمكن تلاقي حد عمل كده، بل العكس، بنشكر بنسبح بنمجد. طب انا لو ما وصلتش لمستوى القديسين دول اعمل ايه مع مشاعري؟ هقول بس الاول عايزك تفهم ان احنا في عهد النعمه بعد حلول الروح القدس، فكره ان اللي بيحصل في العهد القديم واثناء الضعف، يعني ده مش شعار يعني مش ال 150 مزمور داوود واساف والاخرين كانوا عمالين ايه طول النهار يقدموا لربنا ملامه ويقدموا لربنا عتاب، ده بعض المزامير بتعبر عن حاله ضعف او حاله ضغوط شديده كانوا بيقروا فيها، ولان العهد القديم كان مرتبط بالحاجات الارضيه فوقعوا في هذا الخلاف، ازاي الاشرار المفروض يعاقبوا، الاشرار بينمو والاشرار بينجحوا. فاهم قصدي؟ وبالتالي لما يجيب لك ابليس من العهد القديم بعض المواقف في عتابيات بتفهمها، بتبقى فاهم مدرك ان ده وقت ضعف ووقت قوه، بس انا النهارده في عهد النعمه انا ما اقدرش اعيش بالطريقه دي، انا لا يمكن اني انسب لله كهال زي ما قال ايه ايوب. وده لازم يبقى شعار ابن ربنا، ان يا رب انا علاقتي بيك مش داخل فيه عنصر الشك، ومش داخل فيه احتمالات ولو واحد في 100 مليون انك تبقى مخطئ. ده انت البر الكبير زي ما قال، ولانك انت رب الصادق والعارف والامين، وكل اعمالك رحمه وحق، كلها اعمالك رحمه وحق وعدل. امين. طيب هو حضرتك يعني واضح انه في حاجات عمليه كتير هنكون بنتكلم فيها في الجزء الثاني من الحلقه، بس اعتقد ان احنا محتاجين نكون بنصلي دلوقتي الاول، اللي احنا زي ايه نحط الاساس. نقفل الباب ده. نقفل باب العتاب وباب الملامة لله. أختنا رندا معنا وهتصلي، تفضل يا رندا. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعماله، ما اعظمك وابهك يا الهنا، لان كل طرقك بر ما بتتغيرش وكل اعمالك معانا رحمه وخير. اذكرك لانه مكتوب، بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ لعل الجبل تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ بنتوب يا رب عن اننا في وقت ضعف وقعنا في ملامة لإلهنا الصالح. يا رب انا عايز اكون زي اباء القديسين، اعيش في عهد النعمة، اكون مع شهيدك استفانوس اللي حتى وسط الالم قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية.
وأكون يا رب مع القديس بولس وسيلة اللي بعد ما ضربوهم ضرب مجرح يقول الكتاب ونحن نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. أنا كمان عايز أسمع تسبيحهم النهاردة في وداني زي المسجونين، من فرحتي بتعظمهم ليك يا رب، مهربش من السجن لكن أفرح لأنك معايا وإن ليا مجد أبدي منتظرني. يا رب أنا عايز أعمل زي تلاميذك لما ضربوه بوحشية يقول الكتاب وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمك. يا رب عايز أعيش بحرية مجد أولاد الله وأقفل باب الملامة والعتاب ليك لأنك قلت أنك أحببتنا إلى المنتهى. ليك كل المجد مع صلوات كافة قدسيك. اسمع واستجيب. أمين 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 أمين. يا رب ربنا يباركك جدا على صلاتك. طيب يعني احنا بنعمة ربنا كده قفلنا هذا الباب. أمين. خلينا بقى نتكلم طيب يعني بشكل عملي. حضرتك قلت انه انا مش حكمة مشاعري، وحضرتك هتقول لنا نعمل ايه في مشاعرنا، وفي نفس الوقت هتقول لنا برضو ازاي الفكرة الاساسية اللي اتكلمنا فيها انه انا لو هروح اسال ربنا، لو هتكلم مع ربنا في حاجه فانا هقول له رب انت شايف الامر ازاي، مش مين الغلطان. فخليني ابتدي بمشاعري الاول. انا موجوعه قوي، سواء لانه ضيقه كبيره او سواء ضيقه مثلا بقى لها وقت، هعمل ايه؟ علماء علم النفس بيتكلموا عن فكره اسمها اداره المشاعر. اداره المشاعر مش احسن حاجه اني اكبت مشاعري. في ناس بتعمل كده، تكبت، مش عايز اتكلم، مش عايز اتكلم، مش عايز اتكلم، بتتعب. ما انا ممكن بقى اكبتها بعد ما انا سمعت بقى الحلقه النهارده. انا هكبتها بدل ما اتكلم اغلط في الكلام، لا خلاص انا مش هتكلم. لا، مش عايزين نكبتها ومش عايزين كمان نطلقها. يبقى بنقول اداره المشاعر وليس اطلاق المشاعر ولا كبتها. في شخص بيكبت وشخص بيبعبع والاثنين بيتعبوا. اللي بيكبت ده ممكن تجيله امراض في المعده والطحال والقولون العصبي وحاجات كتير لكبت المشاعر، مش قصدي مع ربنا بس بشكل عام. لكن اداره المشاعر لازم نفهم ان المشاعر هي وليده الافكار ورؤيه للواقع، يعني طريقه تفكير ورؤيه للواقع. يعني ايه رؤيه للواقع؟ يعني تقييم للواقع. يعني انت مثلا شايفه انك انت في ظروف صعبه جدا كزوجه، إن جوزك بيشتغل صبح وبعد الظهر وإنتي شايلة البيت والولاد وإنتي بتشتغل الصبح وحاسة إنه مش بادد إيده معاكي في حاجة. وشايفة إن هو سالت إيده وبيرجع مستوي ياكل وينام وإنتي اللي شايلة الليلة كلها ومدارس ومذاكرة وحكايات ومسؤولية وإنتي اللي شايلة الليلة كلها. المشاعر اللي هتتكون نتيجة الرؤية دي إيه؟ غضب وشعور بالظلم ومضايقة وانفعال، وممكن تكون بتسبب في مشاكل كثيرة. فرضنا بقى انك انت مثلا قعدت مع مرشدة روحية فقالت لك هو جوزك بيشتغل فين، فقلت لها ده بيشتغل مثلا رئيس عمال، فبيشتغل من الساعة 6 الصبح وبيبقى واقف في الشمس طول النهار، وبعد ما يخلص شغله الساعة 4 يطلع على الشغل التاني، يشتغل في نبطشية في ورشة لغاية الساعة 12 بالليل كل اليوم على رجله. قلت لها الحقيقة، فاتنبهت لك ايه؟ طيب لما هو بيشتغل من 6 الصبح للساعة 12 بالليل وشغله كله شغل بيعتمد على حركة وصحة، انت عايزة يرجع البيت يعمل ايه؟ شوف الدنيا ابتدت ايه؟ تتغير مشاعرك وتتغير الشعور بالغضب الى شعور بان احنا شايلين مع بعض، هو شايلها بره وانا شايلها جوه، وهو بيشيل بيشتغل صبح بعض عشان احتياجات البيت والولاد. فمشاعرك اللي كانت غاضبة ابتدت تستريح. ايه اللي جد؟ رؤية جديدة لواقع قديم. يبقى كيف ندير المشاعر؟ نحتاج ان نرى الواقع اللي سبب المشاعر الغاضبة رؤية جديدة، رؤية متعادلة، رؤية صحيحة. ودي اللي ممكن تغير في مشاعر الانسان وتخليه بيتعامل في ادارة مشاعره مش في كبت مشاعره. هتقول لا اوعي تقولي ولا كلمة، الراجل تعبان. واحد يقول لا يا اختي فضفاضي قولي، ويرجع الليل تتخانقي معاه، تقطعوا بعض وتقعدوا شهرين متنكده اكتر انه كمان انتوا متخاصمين. فلا عايزين نكبتها ولا عايزين نطلقها، لكن عايزين نعمل اداره للمشاعر. واداره المشاعر هي
رؤية الواقع الذي أدى للمشكلة، بس بطريقة متسعة شاملة من أكتر من جانب، وفي نفس الوقت تديني أنا الراحة اللي أنا بأصبو إليه. لأن مش معقول تبقى أنت ست وتعبانة كل ده وكمان نفسيتك تعبانة، حرام. يبقى تعب شقة وجسم وصحة وتعب نفسي، فاهم قصدي؟ بسبب شعورك بالظلم من اللي بيعمله الزوج أو العكس يعني. فاهمة حضرتك، فاهمة الفرق، بس حاسة انه ايه، لكن هو ستيل في مشاعر متألمة واحنا هنحتاج نتعامل معاها. طبعا يعني المثل اللي حضرتك قلته هو خفف مثلا من انك انا الزوجة دي كانت حاسة بالتعب الجسدي، اكيد بيبقى كتير معاه لو استمر وقت طويل، بيبقى معاه تعب نفسي، وانه يعيني عليا، وانه انا تعبت، وانه انا ما حدش بيساعدني، وانا كل الكلام ده. فحتى مع الرؤيه التانيه، وجايز بقى كانت معاها اللي بيزود بقى انه ولا حاسس بيا ولا مقدر ولا بيساعد ولا كل الكلام ده. فالرؤيه الشامله شالت من عليا عبء الملامه للزوج، وده عبء بالظبط مش قليل. بالظبط. لكن التعب هو لكن التعب النفسي نتيجة المشاعر الغاضبة هو ده تم اللي حله بيتغير. بحاجة اسمها إدارة المشاعر. كيف ندير المشاعر؟ أن نرى أمورنا من نظرة أوسع، أو ترى جزء آخر من الموضوع ما كنتش شايفه وكنت تعبان. طيب خليني بس اقول انه دي احيانا حاسه انها محتاجه ايه، مش عارفه يا باشمهندس، يعني حاسه زي محتاجه ايمان مثلا شويه. يعني قصدي انه الواحد لما لو هو حد في ظروف صعبه قوي بيبقى شايف انه هو، لا يا رب هو ما فيش مخرج، يعني هو ما فيش حاجه ممكن تقولها لي او توريهاني تخفف من المشكله الكبيره اللي انا فيها. فهل دي محتاجه ايمان ان انا اروح اقول له رب ساعدني اشوف؟ حضرتك فاهم سؤالي؟ حضرتك مره كلمتنا على الحفره، يعني احيانا الواحد بتبقى المشكله زي حفره كبيره انا نزلت فيها صح، مش عارف اطلع. مش عارف اطلع من كتر عمق المشكله، ما هو مثلا بالنسبه لي كبير او مشكله ضخمه جدا بالنسبه لي. فايه اللي يساعدني حتى اني اروح اقول يا رب انت شايف الموضوع ازاي؟ اول حاجه ان انا عايز اطلع، انا تعبان يعني. اللي ساعدني بدل، احنا اتفقنا بدل ما اقول يا رب ليه، اقول له وريني قد اراني الرب، مش ليه يا رب حصل كده، وريني يا رب اللي بيحصل ده من عينك. خليني اخد قصه بتاعت اساف، اللي هي القصه الشهيره مزمور 73 اللي كل الناس بتقول كان بيعاتب ربنا كان بيعاتب ربنا، ونشوف ازاي انتقل من العتاب لتمجيد الله، وازاي حصل اداره للمشاعر في هذا المزمور الشهير. بس خلي بالك يعني، يقول الكتاب هو بنفسه يقول ايه، لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. يعني هو كان عارف ان اللي بيقوله ده لو قاله للتلاميذ بتوعه هيسيبوا ربنا ويمشوا. في بدايه المزمور يقول ايه، اما انا فكادت تزل قدمي لولا قليل لزلقت خطواتي. يبقى ما نقتديش بالوقت ده يا جماعه، الراجل بيعترف ببقه ان انا كنت فاكر انها زلة كبيرة. لك من هعمل زي اساف. طب انت عايز تزل قدميك، انت عايز تتكعبل، انت عايز تقع، طب ايه اللي تعبه؟ لاني غرت من المتكبرين اذا رايت سلامه الاشرار، وده اللي انا كنت بقوله لك. ليس في موتهم شدائد، ليس في تعب الناس، تقلدوا بالكبرات. وقعد لغايه الاصحاح عدد 11 يوصف ان هم من في حاله ما حصلتش. طبعا جزء كبير من الكلام اللي بيقوله ده اصلا وهم، يعني مفيش حد مش عايش في كلهم. مجد ومبسوط وفي سلام كبير، لان ربنا قال ليس سلام قليل الا الاشرار. جاز واحد معاه فلوس قد كده لكن قلقان على الفلوس او قلقان على حاجه تانية. لكن كل اللي كان شايفه ده ادى الى ازمه شديده. ليه؟ لان هو بقى في الجانب التاني ايه؟ هؤلاء الاشرار مستريحين الى الظهر يكسرون ثروه، انا بقى حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوه يدي وكنت مصابا اليوم كله وتادبت كل صباح. هي بقى انا في ازمه، الاشرار اللي المفروض يعاقبون بيمجدون، والابرار اللي زي حالاتي اللي ماشيين وراك بيحصل لهم ايه، مصابين ومتادبين كل النهار. دي بقى الازمه اللي هو كان فيها. ايه اللي عمله ربنا وهو بيتكلم؟ احيانا وانت بتصلي وتكون بالروح تلقى ربنا يحط على فمك انت كلام يصحح الصوره. يعني ما قبلوش مثلا زي ما قابل داود النبي اللي قال له انت غلطان، هو بنفسه ابتدى ربنا على لسانه وهو بيكتب يصحح. هو بقى بعد الموقف ده بيقول ايه، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرته. هو كل اللي شايفه ده الجزء الاولاني ومبالغ فيه،
وان هم زي الفل وبيغنوا صحتهم كويسه ومعاهم فلوس كتير، كل ده اللي كان شايفه. ابتدى يدخل الى مقدس الله، دي حاجه عايزين هقول لك ازاي نعملها في حياتنا العمليه. انتبهت الى اخرتهم، حقا في مظالم جعلتهم، اسقطتهم الى البوار، كيف صاروا للخراب بغته، اضمحلوا فنوا الى الدوحه. لا انا مش عايز اذيهم، انا عندي اتادب طول الصباح وطول النهار ولا يحصل لي كل ده. يبقى ده اللي بنقول عليه اداره المشاعر بالنسبه لرجال الله وسيدات الله. ازاي الله يساعدني اني ادير مشاعري؟ اني ابدا اتكلم مع الله وانتظر ان الله يكلمني عندما ادخل الى مقادس الله. يعني ايه بقى مقادس الله في الحياه العمليه؟ يعني احنا عارفين وحافظين ان احنا ندخل الى الرب ايه؟ بالتسبيح، مش كده؟ ادخلوا الى داره ايه؟ بحمد، بالتسبيح، واحمدوا باركوا اسمه. يعني قبل ما ابتدي اصلي ابتدي اسبح وارنم بس بقلبي واعظم الله، انت كبير، انت قادر، انت تفهم كل شيء، انت تعرف كل امورك، انت ممجد في قدسيك، انت الهنا اله الكون، انت عادل في كل امورك. كلمات اقولها بتسبحه، بنغم، بلحن، بترنيمه، المهم ان انا ابدا ادخل الى مقادس الله. طيب سؤال، اتفضل. هو خليني ارجع بس لجزء حضرتك قلته عشان ده اللي يساعدنا، حاسه ان ده الكي، يعني ده المفتاح اللي يمشينا بقى في الخطوات العمليه. انه انا دلوقتي انا حد في ازمه كبيره، موجوع ومتالم وداخل لله، فانا اول حاجه انا كده بديت افهم انه مشاعري دي نتيجه طريقه تفكير، نتيجه رؤيتي للامر. انا مثلا شايفه ان المشكله دي محدش عدى بيها، شايفه ان المشكله دي اكبر من احتمال، شايفه ان المشكله دي انا ما استاهلهاش، شايفه المشكله دي كبيره جدا، شايفه كل الكلام ده. فانا بقى هدخل لله علشان اخد رؤيه مختلفه، مش عشان اكبت مشاعري ولا عشان افضفض وبعبع بيها، صح؟ فانا محتاجه رؤيه مختلفه. بالظبط. طيب فده اول حاجه عايزين بس ناكد عليها. ناكد عليها. فعشان اخد الرؤيه المختلفه دي انا محتاجه ادخل الى مقادس الله. بالظبط. ابتدي بقى بتسبيح الله واقول يا رب انت عظيم وانت جميل وانت صالح وانت مبارك، وانا تعبانه، انا جايه متالمه قوي، دي بقى ايه محتاجه حته، يعني حتى لو انا كده صعبه عليا ابتدي اقولها، حتى لو بيقولوا بفمي لحد ما الدنيا تمشي معايا، ولا حضرتك فاهمني؟ يعني الواحد هو متالم فاهم ممكن تبقى صعبه شويه ومقدر التعب، بس عايز اقول حاجه. احيانا الواحد يبدا بالتسبيح بالفم ولسه مشاعره مش معاه، ولكن بيستمر في التسبيح وتعظيم الله. بس عايز اقول لك حاجه، انا لو قلت لهم تعظيم لن اغير في الواقع شيء، هو عظيم قبل ما توجد وبعد ما توجد وبعد ما ابقى تراب، هيفضل عظيم ويفضل قدوس ويفضل بار ويفضل عادل. فالله ليه حجمه، لازم برضه في تخيلات فكري ابقى فاهم انا بكلم مين. يعني مش بتكلم سوري عيل صغير، مش بكلم حد يعني رغم تواضعه الشديد مش بكلم بني ادم زيي. فالله عظيم ومهول وجبار وقادر وقدير، ولازم برضه هيبته واحترامه تدخل مع محبته، ما يبقاش محبته بتقلل من وضعه في عينيا. انا اللي هتضر مش هو اللي هيتضر. فده امر لازم يكون انا فكري بيقودني فيه، لازم الفكر يعمل. يعني مشكلتي صغيره قوي بالنسبه لك، ضعفي قليل قوي بالنسبه لك، طب دي انت لديك الكثير. دي معلش انا اسفه بس حاسه انه دي ايه، يعني حضرتك مش بتحود بينا، بتصلح بتحطنا في حته صح قوي ما كناش شايفينها. خليني انا اقول عن نفسي، يعني فكره ان انا اقف واسبح الله وكده، انا مش فكره ان انا بعمل حاجه يعني من عندي، لكن انا داخله لشخص عظيم فعلا. فلما بقول له انت عظيم، ده مش فكره ان انا جايه بقى بتفضل عليه يعني وبقول له يا رب انا جايه دلوقتي هاخد فتره تسبيح، لا يا مش انا مش جايه اخد فتره تسبيح، انا جايه اكلمك بطبيعتك بحقيقتك اللي انا يعني انا عارفه ان انا ادرك ولا 10% حتى منها، لكن عارفه ان انت عظيم وعارفه ان انت صالح وعارفه ان انت كده فعلا. مش انا جاي اقول لك كده عشان خاطر ابقى عملت حاجه، صح؟ صحيح. وزي ما اتعلمنا قبل كده، الصلاه التي تبدا في السماء تنتهي باستجابه في السماء، الصلاه اللي تبتدي من الارض بانين ويعيني عليا واللي جراني هتنتهي في الارض، مش هاخد منها حاجه. فخليني ابتدي الصلاه الصحيحه لصالحي انا مش لصالح ربنا. لما بعظمه لن يزداد شيء، وان لم اعظمه لا ينقص شيء. لديه الملائكة يسبحون ليل ونهار، والقديسين لا يتورعون على التسبيح ليل نهار.
يبقى إذا أنا تسبيحي لله هيرفعني، أنا تعظيمي لله هياخدني فوق. بس ده قرار أنا باخده بذهني، أنا جاي عشان أتبارك، أنا جاي عشان أطلع من التعب اللي فيه، أنا جاي حتى لو المشكلة ما اتغيرتش مبقاش مقهور من النكد والغم والاكتئاب اللي أنا فيه. يعني إيفن حتى لو المشكلة ما اتحلتش وجوزي برضه بيشتغل صبح وبعده، بس أنا نفسيتي أحسن. فأنا هطلع بحاجة، مش هطلع إيدي فاضية. بس دخل إله عظيم وقادر وقدير وإمكانياته ومحباته وقدراته وحكمته دي بتاخدني لفوق. هو أول ما دخل إلى مقدس الله الدنيا ظبطت معاه، شاف حاجة ما كانش شايفها. يقول لك حتى دخلت مقدس الله ولا انتبهت إلى خير، وأنت كنت شغل بالك منها دي قبل كده؟ ما اتقالت كتير في الكتاب المقدس. أنت قلتها بنفسك والمزامير قالتها، كل ده غاب عن عيني. بس أول ما عظمت الله ومجدته ارتحت. ودي بداية تباشير الراحة على فكرة. الواحد بيسبح ربنا يقول له أنت كبير في عيني وأنت عظيم، غير بقى أنت ليه عملت كده. شوفي الفرق بقى، ده اللي أنا كنت بطحن فيه. أول اختبار يعني حد من الخدام بيقول في بداية حياتي ربنا مع ربنا كنت بعدي في وقت كان صعب وحزن شديد لدرجة الاكتئاب. كنت بقول له ليه 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 يا رب بيحصل لي كده؟ اشمعنى أنا؟ ما كل الناس اللي حواليا كويسين زي الفل، اشمعنى أنا اللي تعبان؟ ليه بيحصل لي كده؟ أنت ليه بتعمل معايا كده؟ النغم الحزين اللي عايزين نبطله يعني. ولما كنت بعترض على ربنا كان العدو الشرير بيزود الحرب عليا، فتزيد الملامة ويزيد معاها الحرب وزود الاعتراض. دخلت في متوالية ودايرة سيئة جدا جابت لي على الأرض. وبعدين التعليم والعظات اللي سمعتها عن صلاح الله وأنه مش مسؤول عن أي شر يحدث لأنه إله خير خلتني أنتبه للموضوع. أنا بكلمه إزاي على الشر؟ قعدت مع أبوي الروحي قال لي طب تعالى نقرأ سفر أيوب ونشوف هل الملامة وعتاب الله أفاده. خلاني أقرأ كذا مرة ولقيت أنه مع العتاب والكلام ده جابه تحت. قلت لا، وإبليس فتح عليه النار كمان. قلت لا، أنا همشي في سكة تاني، أنا هقفل الباب ده. المهم بالتدريج ابتدى ربنا يوريني أنه إزاي صالح وبيحبني وأن كل أعماله نحو خير ورحمة وأنه هو مصدر كل خير وبنسميه في صلواتنا صانع الخيرات. ابتديت أشوف بقى قباحة إبليس اللي هو بيوقع وبيستغل الفرصة دي عشان يدمر حياته. أنا بشكر ربنا دلوقتي بعد ما عدى سنين طويلة على فترة التعب دي، أقدر أقول بنعمة ربنا إن نقطة صلاح الله من أقوى النقط الإيجابية في حياتي، ليه المجد ولسه بيغير وبتعرف عليه. دخلت إلى مقدس الله. مقدس الله. شفت دنيا تانية. أنت قدوس وأنت قادر وأنت تستطيع أن تفعل كل شيء ولا يعثر عليك أمر. الله يبتدي يشوفني ويعرفني جزء تاني من الحقائق اللي أنا ما كنتش شايفها. هو كان شايف إن اللي بيحصله ده في إيد ربنا. شاف إن ربنا صانع الخيرات وليس بشر من عنده وهو مصدر كل خير. مين اللي في كده؟ عدو الخير. فابتدت الدنيا تتبلور وابتدى يعبر الأزمة وصلاح الله أصبح شيء عظيم في عينيه، أمر مهم جدا. ودي أول نقطة. طيب يبقى أول نقطة إنه أنا أدخل إلى مقدس الله. عايزين نشوف يعني نرى كما يرى الله. إحنا داخلين لله نقول له عايزين رؤيتك أنت. فأول حاجة إني أدخل إلى مقادس الله وبداية بالتسبيح. بالتسبيح وبعد كده أثناء قراية الكتاب المقدس الله يوريني أجزاء أخرى للصورة زي ما حصل مع أساف. نظرت إلى آخرتهم. شفت إلى البوار، شفت حصل لهم إيه، الدنيا تظبط معايا. تاني وسيلة أو تاني طريقة نسمع أيضا لصوت المرشدين. ممكن الله يستخدم المرشدين الروحيين المتخصصين في أنهم يساعدونا في أن احنا نرى جزء آخر للمشكلة. بس بلاش نجبر المرشد أنه يتبع خطانا فيما نقول. سامحيني في النقطة دي. يعني أنا مثلا ممكن أروح لأبونا وأنا مثلا رايح له في الاعتراف وأصدر له صورة بحيث أنه يضطر يقبل الأمر كما هو. هو سايبني ما مش مهتم بيا، ده انا ما برن عليه التليفون يكون واد وقع ما بيسالش فيا، هو مش همه غير شغله، هو انا بالنسبه له بقيت زي الكنبه، الكلام ده كله انا بهيج وبقفل. خلينا برضو يعني اذا عايزين نستفيد نكون منصفين. يعني الزوجه اللي حكيت لك عليها دي قالت لها كده، هو بيشتغل من الساعه 6 الصبح شغله، هو واقف على رجليه بيخلص شغله يطلع الشغل الثاني بيرجع مهدود، بيشتغل الصبح في الشركه وبعد الظهر في الورشه بتاعت الكذا. فقالت الحقيقة. لما نقول الحقيقة للمرشد بأمانها هيساعدني أن أنا أشوف الأمر ومش هيستغلطني. ما تخافيش،
مش هيقولك انت غلطانه وجوزك ده راجل كويس وانت اللي ست مفتريه، مش هيقولك. بس ارجوكي لو عايزه تسمعي للمرشد قولي له الحاجه كما هي، بلاش تقولي الحاجه انا اسف ايه يعني مشحونه، بحيث ما تورلوش الحقيقه اللي يساعدك عليه. اديله اطراف الموضوع اللي يعرف يتكلم عليه. اقول لك اختبار يعني. اتفضل. في لما كانوا ولاد كانوا في الجامعه والمدارس، كنا ظروفنا الاقتصاديه صعبه جدا، وانا كنت حزينه ومتضايقه، كنت كل يوم انا مبكيه واقول له يا ربنا ازاي انا بنتك واهون عليك يحصل لي كل ده. اتخدعت بالكلام والاحاسيس، وبنتك واهون عليك، وكلام عاطفي جدا، لكن كان صعبان عليا جدا. رحت المرشد الروحي بتاعه، المرشد الروحي بتاعي، فقال لي انت عامله زي الزوجه اللي جوزها عدى بظروف صعبه فقلبت عليه وسكت. الكلمة دي زي ما يكون ألم رن على وشي. فقت بعد ما قلتها، وحسيت إن أنا بعمل كده في ربنا، يا ما وقف معانا ويا ما سترنا ويا ما عمل معانا كتير، وعشان مرنا بالظروف أقلب عليه وأبقى متضايقة منه، الأمر ظاهر في حياتي. وقفت قلت له أنت كبير وعظيم، وقفت قلت له أنت قادر وقدير، ولقيت الدنيا بتتغير بعد كده. أنا نفسيتي ارتاحت، والله تدخل بمنتهى القوة. بصي كلمة، بس كلمة بالروح القدس. بس كلمة مش عشان. براغي. إذا المرشد ممكن يساعدنا إن يورينا حتة، طبعا الإجابة دي قد لا تصلح لكل الناس، أيوة يعني كل طبعا. واحد بيبقى له إجابة خالص. بس طبعا. بالنسبة لها هي جملة بس ظبطت زي ما حصل مع أسف، حتى تقصت ما قلت مقادس الله وانتبهت إلى غرب، خلاص الدنيا ظبطت. يبقى إذا واحد مقادس الله بالتسبيح ثم قراءة كلمة الله، وانتظر زي بطرس الرسول أراني الله. ما استنيه إيه أنت داخلة تصلي ليه؟ عشان ربنا يعمل حاجة؟ لا، أنا عايز يوريني بس هو وجهة نظره إيه في اللي بيحصل، وبعد كده هنعمل 50 حاجة. بس ما تبقاش رؤيتي من زاوية واحدة أو قاصرة، وعايز ربنا يتصرف بناء على رؤيتي. ما هي دي بقى بتبقى فعلا المشكلة التانية. يعني أنا رؤيتي أحيان كتير بتبقى صغيرة وقاصرة وغير محايدة يعني غير متزنة، وعايز ربنا يتصرف. يعني أنا أنت تعمل اللي أنا بقولك عليه، أنا اللي شايفه صح، وأنت تعمل اللي أنا بقولك عليه. مش قصدي ربنا هيزعل، بس يعني ضد مصلحتي لو الكلام ده حصل. فيبقى واحد دخلت إلى مقدس الله بعد التسبيح وتعظيم الله، بعرف كلمة الله، أقول له أرني يا رب، وريني يا رب وجهة نظر. وعلى فكرة أحيانا وأنت بتصلي، بس مش بطريقة الملامة والكلام الفارغ ده، تلقي ان ربي يتكلم على لسانك، لان احنا اولاد ربنا والروح القدس ساكن فينا. هو بيتكلم على فكره، الكلام ده جه على لسانه ما قراهوش في حته تانية، ممكن من كلمه الله، ممكن على لسانك وانت بتتكلم، ممكن تتفرج على برنامج زي ده وتلاقي ربنا بيجاوبك عليه. وطبعا في برامج تانية ناس قديسين عظماء احسن مننا، بس تبعت كلمه وتحس كلمه مبعوته كده من فم الله ليك، تقول ياه انا ما كنتش شايفه كل ده، ايه ده؟ ده في جزء تاني من الصورة خلى الصورة تتعدل، وخلاني ما بقاش تعبان ومنفعل زي قديس أساف، والدنيا وحشة وهخطر بولادي وتزل قدمي وهقع من طولي. في ايه يا عم؟ ايه اللي جرى ده كله؟ ايه الحكاية؟ رؤية سلبية. طيب خليني بس اقول حاجة، عشان حضرتك قلت حاجة في النص بس دي جديدة وما ينفعش انها تعدي كده. يعني احنا اتفقنا ان احنا محتاجين ندخل لله ناخد رؤية مختلفة علشان مشاعرنا تهدأ، لان انا لما هشوف بشكل تاني فممكن، لان مشاعري دي اللي هي نتيجة طريقة تفكيري هتتغير، فمشاعري هتهدأ. لكن حضرتك زودت نقطة مهمة قوي كمان، انه دي حاجة هتساعدني في فكرة الحل. انا لما بتبقى مشاعري اللي هي ناتجة من رؤية معينة من طريقة تفكير معينة موجودة وملتهبة وموجوعة وتعبانة، فببقى فعلا في الوقت ده حصر نفسي هو رب حل واحد. يعني الزوجة دي مثلا كانت شايفة انه الحل الوحيد ان رب الأزمة المادية دي خلاص دلوقتي تتفك، دلوقتي ما بقاش محتاجة، دلوقتي لما الولاد يحتاجوا حاجة يلاقوها. لكن لما شافت زي ما ربنا شايف، شافت انه لا، ده موقفها ده موقف سلبي بالشكل اللي حضرتك شرحته بجملة بس متقالة بالروح ليها، فالوضع اختلف والحل جاء بشكل مختلف. فأنا شايفة ده برضو مفتاح مش قليل. يعني رؤية الله للحدث مش بس هتكون بتساعدني في مشاعري، لكن هتساعدني أني أجد الحل كمان. بالظبط الاتنين، أولا ههدى، ودي بنسميه إدارة المشاعر، مش كبت المشاعر ولا إطلاقا.
ولا الاغتصار، عيهون عليك يا ربنا ابقى ابنتك وحسن، كلام ملعبك وملحوس كده، ما اعرفش بيجيبه منين، من الافلام العربي لا ما ولا هو من عشان افلام بنتك، ما الهندي انا ولا لا ايه؟ لا ما اصل انا يعني ما انا ظبطتها اصلا. حضرتك قلت ان احنا كتير بنشيك الحاجه، فانا شيكتها، انا ما رحتش قلت له يا رب يهون عليك، لا يهون عليك تسيب بنتك، فهو فانا قلت له كلمه اهو تخليه يعديها. بس انا مخدوعه. أقول لك فكرة عميقة شوية، معرفش هتوصل اتفضل. ولا لأ. أحيانا من غير ما نقصد بنتعمد إن إحنا نضغط على مشاعر الله قوم يستجيب. عارفة وإحنا تأثرا صغيرين، بالولاد. عارفة وإحنا صغيرين، أنا قلت لك الفكرة دي قبل ايوه كده، ماما أنت سايباني طول النهار، ماما انت ما جيتيش تاخديني المدرسه، ماما جيبي لي كذا، عشان استغلطك، عشان اطلب منك الحاجه، ومع عشان تصلحي غلطتك تعمليها. طبعا اسلوب، انا في رايي الخاص انه اسلوب فيه استنزاف للمشاعر، وعاده بيبقى بيشكل حالات مرضيه نفسيا، يعني بيشكل علاقه مش سويه حتى بين الولاد والديهم، اني عايزك تعملي اللي انا عايزه ضغطا، وكأنك بتصححي غلطك ومش هشكرك عليه. ما كأني بسدد الديون. فاهمه ازاي؟ اسلوب فيه يعني استنزاف للمشاعر، وبيعمل علاقه مش سويه، وما ينفعش يتعامل مع ربنا، لان ربنا مش بيضغط عليه. ففكره اصل يا رب ازاي هو انا يهون عليه، هو ربنا اللي جاب الفقر عشان يهون وانا ما يهونش، وربنا اللي جاب الشر، وربنا اللي جاب اي شيء وحش، اصل ما هو مادام ربنا سمح بالحاجه يلا تعالى نلبسه القضيه. هو ربنا بيسمح، لان الانسان حر، بس غير مسؤول عما يسمح به، لانه لو كان بيبقى مسؤول يبقى مسؤول عن قتل قايين لهابيل، ومسؤول عن مذابح الحروب العالميه، ومسؤول عن كل شر، ما نقدرش نقول كده. يعني راجع كلماتك مع نفسك علشان ما تضرش روحك. فالكلمه ووجود مرشد روحي احيانا، وخصوصا دلوقتي في مرشدين دارسين علم النفس وفاهمين في علم الاجتماع ازاي يساعده على إدارة المشاعر، مش على كبت المشاعر ولا إطلاق ولا المشاعر. إطلاقها. أصل في كلمة دلوقتي بنسمعها كتير، المشاعر فوق النقد. المشاعر لا تناقش. يعني دي مشاعري ومشاعري صادقة. كون إن مشاعرك صادقة مش بالقطع تبقى صحيحة. الصدق والصحة مختلفين. الصدق والصحة مختلفين. يعني أنا حاسس إن أنا مظلوم، وبقول انا مظلوم، انا مش بدعي او مش بكذب او مش بتبلى عليه، بس هل حقيقة انا مظلوم؟ هل صدقا انا مظلوم؟ انا بقول مشاعر بصدق، ولكن مش شرط تكون صحيحة، يمكن انا ظالم مش مظلوم. ممكن طبعا احنا بنشوف ناس كده حاسة انها مظلومة، بس هي مش مظلومة فعلا. اذا صدق المشاعر لا يؤكد صحة المشاعر. طيب يعني لما بنقول المشاعر لا تناقش، لأن ده الحقيقة ده شعار يعني دلوقتي، سلوجن كده وماشي يعني بين الناس. المشاعر لا تناقش. لو أنا حزين مش هناقشك في الحزن، لكن هقول لك يعني راجع الحزن ده جاي من فين، مش كده؟ بس عشان أكون لا. صادق، المشاعر ما تقدريش تدوسي على زراير فيها، يعني مبقاش زعلان حد يدوس على زراير ومفرح لا أزعل. المشاعر التعامل معاها مش بشكل مباشر. فأنا لما قلت إدارة المشاعر ايوه عن طريق تصحيح الأفكار اللي بتولد المشاعر. اه فجايز يكون صدقا إن المشاعر لا يمكن الضغط عليها مباشرة، لأن ما تقدريش تقول لنفسك حبي أو افرحي أو احزني أو اغضبي، لكن تقدري تقول لنفسك فكري بالطريقة اللي تخليكي ما تحزنيش، وفكري بالطريقة اللي ما تنرفزكيش، وفكري بالطريقة اللي ما تفقديش سلامك بيها. فإذا كلمة يعني فيها يعني إطلاق شوية للمعنى، بس هو أفضل من إطلاق المشاعر وتأليه المشاعر والسجود للمشاعر. إدارة المشاعر والحوار معاها بشكل جيد لخفض الأزمة اللي أنا بتعبها. أنا مش اللي بدور، انا مضرور منها. أنا مش بدور على غيري، أنا بدور ايوه على نفسي. فدي نقطة مهمة جدا. تمام. تالت نقطة، نرى الأمور خارج الانغلاق في النفس. يعني انا ببقى فاهم ان انا رايح لربنا او رايح للمرشد، مش عشان يقول انت غلطان او فلان غلطان، احنا قلنا هنقفل باب مين الغلطان، لكن عشان يوريني رؤية اشمل وخارج عن حدود الضيق بتاعتي. انا رايح ليه؟
عشان اعمل زي القديس بطرس. هيعمل ربنا معاك ايه؟ هنزل لك ملايه، يطلع ملايه، كلامك طريق. قد اراني الرب، فانا رايح ليا توجه. ايه التوجه بتاعي؟ عايز اشوف شوفه جديده تريحني، عايز اشوف شوفه جديده تخرجني من اللي انا فيه، عايز اشوف حتى لو المشكله ما تحلش انا ما بقاش في الازمه دي، عايز اشوف شوفه جديده استريح لها. كيف ترى يا رب ما يحدث؟ اهم 100 مره لماذا يا رب حدث هذا؟ يعني ايوب قعد كلامه ده كله، ربنا ما بلش ريقه باجابه. خلي بالك هو سال 70 سؤال ولم يجيب على اي سؤال، لكن اجاب على اخطر نقطه ولدت الاسئله، هو من هو الله ومن هو انت؟ من هو الله من... بس حضرتك قلت بس قبلها بس جمله بس مهمه. حضرتك قلت انه انا داخل مش عشان خاطر ازاي تتحل الازمه، لكن يا رب انت شايف ازاي. حضرتك قلت جمله حاجه مشابهه كده بالظبط. انا لو شفت صح واحد هستريح، وبعدين عيني هتتظبط، وبعدين سوف اجد الحل غالبا قصادي وانا ما كنتش شايفه. يعني سوف اجد الحل قصادي وانا ما كنتش شايفه، من كتر الانفعال والتعب والازمه النفسيه الواحد بيبقى نيرلي بلايند، بيبقى تقريبا اعمى. مش شايف. يعني انا لما بعمل في الخدمه في العمل الفردي بتكلم مع ناس كتير. في ناس بتكلم معاهم بقالي مثلا سنين، كل ما عدوا يقولوا نفس الكلام. احيانا ما بردش، لانه لو انت شايف بنفس الطريقه دي ومستمر تشوف بالطريقه دي هتوصل للنتيجه دي. ايه الجديد اللي حصل؟ اصلا ظروفي، اصلا اللي حصل لي، اصلا اللي جراري. ما هو لو دي رؤيتك اللي انت مش عايز تسمح لحد ان هو يوري لك جزء تاني من الرؤيه، هيظل النتيجه انك تعبان ومتضايق ومضغوط ومقهور ومش هتقدر توصل للحل. اذا ادي فرصه لما تسمع من المرشد بتاعك او لما تدخل تتكلم مع ربنا، اريد ان ارى رؤيه جديده، مش اللي عندي هو كل الحق وعليك يا رب انك تنفذي طلباتي. لا، اللي عندي جزء مش هنكره، انا شايف ان الاشرار ناجحين مش هننكر كده، بس واتس نيكست؟ هيحصل لهم ايه ده ما كنتش شايفه؟ يعني وانا داخل اصلي، الواحد هندخل الى مقادس الله نعظمه، اثنين هنقول له يا رب احنا مستعدين نرى جزء اخر لنفس المشكله، مش بدور دلوقتي على حل، بس الرؤيه الصحيحه للمشكله هتساعدني انا اولا كيف اصل للحل. ومش هندخل في منزلق مين اللي غلطان، مش هتتسحب في النقطة دي. أنا عايز أطلع من المشكلة، فمحتاج رؤية شاملة، وبعد كده هتلاقي الحل غالبا مرئي وكان موجود وما كنتش واخد بالي منه. يعني مثلا الست اللي تعبانة عشان جوزها ده في الظروف اللي زي كده مثلا، ممكن تقعد معاه وتقول له احنا ممكن نعمل ضغط الإنفاق في كذا وكذا وكذا وكذا، وبلاش الشغل المرهق ده ليك كذا كذا كذا، ونجد حل. غير ان هو ظالمني ورميني وسايبني، ما كناش هنلاقي حل. بس بعد ما شعرت ان الراجل ما موت نفسه وهي موتة نفسها، هيجدوا حل. ايه الحل؟ مثلا بلاش ان احنا نصرف كذا وكذا وكذا، بلاش مثلا مصيف، بلاش كذا، مش عارف، ما اعرفش تفصيلات، وبنقدر نختفي بشغلنا الاساسي وتعمل لك يومين في الاسبوع ولا ثلاثه شغل اضافي. يبقى حل اتحل بناء على تجديد وتوسيع للرؤيه اللي ما كانش بتفكر فيه. هو مش مهتم بيا، هو هاملني، هو مش واخد باله مني خالص. فاذا الفكره الرئيسيه كيف ترى يا رب، مش لماذا حدث يا رب. كيف ترى يا رب، مش لماذا حدث يا رب. والرب مسؤول ان يوسع رؤيتي فاجد علاج لنفسيتي ومشاعري، بدل ما اكبتها او بدل ما في الجانب الثاني اطلقها. لا، اديرها اداره صحيحه، وكمان اوصل لحلول، لاني شفت شوفه جديده خلتني اقدر اوصل لحلول عمليه في حياتي ما كنتش قادر اوصل لها قبل كده بسبب الرؤيه الايه؟ الضيقه اللي كنت بوصل فيها. يعني بشكر حضرتك جدا، يعني دي روشته روشته جميله عمليه، جايز كانت مستخبيه، كانت مختفيه عن كثيرين مننا، كانت في روشتات خادعه، بس للاسف كانت روشتات كلها بايظه، كانت مش بتعالج، مش بتداوي، بالعكس جايز بتزيد الجروح التهابا. اكيد احنا محتاجين نصلي انه، وعايزه اشجع يعني كل اخواتي المشاهدين، لو في اي حد بيعدي في ازمه وجايز بقى لها وقت او حتى لسه الازمه دلوقتي حاصله، انه جايز دي فرصه ربنا بيوجه لينا كده روشتة ازاي نكون بنعدي هذه الازمه بقوة وبرفعة وبنصرة. أختنا إيريني معانا وهتكون بتصلي، اتفضلي يا إيريني.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احمد الرب لان الرب صالح، لان الى الابد رحمته. ما اعظم اعمالك يا رب واعمق جدا افكارك. اشكرك انت الاله القدير وانت الخالق العظيم. ما ينفعش اعذبك واشكك في عملك. من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ اشكرك انك فتحت عليا النهارده علشان اشوف قد ايه يا رب انا كنت باذي نفسي لما وقت الضيق والغضب كنت بتكلم واعترض ووجه لك اللوم وكاني بنسب اليك الخطا. انا بتوب يا رب وبرجع عن الطريقه دي. سامحني يا رب لان عدو الخير كان بيخليني اشوف الامور غلط. انا من النهارده عاوزه اتعلم اشوف الامور من عينيك. تصحح يا رب افكاري ورؤيتي للواقع. مش عاوزه يا رب اتعاطف مع نفسي. مش هصدق الافكار اللي بتخليني كل شويه اقول يا عيني عليا. من دلوقتي يا رب انا برفض الافكار اللي بتهيج مشاعري. مش هطلق رب تاني العنان لمشاعري واتجاوب معاها. اصدق رب انك تعلمني اتعامل صح مع مشاعري من غير ما اكبتها. بالتسبيح أدخل إلى مقدسك لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. بتصحح أفكاري. تعلمني أتعامل إزاي مع المشاعر المتألمة. لما رب أشوفك وأشوف صلاحك أشوف إنك حصن في يوم الضيق، إنك صخرة وملجأ. أنت اللي بتنقذني وبتخرجني من الضيق، مش أنت رب اللي سيبني وسط الضيق. أنت عندك للموت مخارج. عاوزة يا رب أتعلم زي يا رب أدير مشاعري. أشكرك إنك ترشدني، أشكرك إنك تعلمني، أشكرك يا رب إنك تخرجني من دايرة التذمر وتساعدني يا رب إن كل مرة أكون فيها فتيل أقدر يا رب أوصل لحلول. ليك يا رب كل المجد. فضلك يا رب تسمع وتستجيب مع صلوات قدسك. أمين أمين أمين. أشكرك جدا يا إليني على صلاتك، ربنا يباركك. وعايزة أشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، يعني بداية من رؤية جديدة ومختلفة تماما لقصة أيوب البار، مرورا بالروشتة الجميلة اللي أخذناها. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. أمين. إحنا نشكر الله ونمجده ونبارك إخواتنا اللي ساعدونا في كل التحضير العظيم، بس نفسي الله يكون عظيم في عينينا أحبائي وله مكانته، مش بالعافية يعني، مش بالإرغام ولا حاجة، هو لا يطالب بهذا، لكن ده الخير والخيره. كون الله يكون عظيم أنا المستفيد. أيوة. الله بار أنا المستفيد. أيوة. الله عادل أنا المستفيد. وده شيء اللي خير حياتنا مش حتى للآخرين. أيوة فعلا. بشكر حضرتك مرة تانية. شكرا يا أنس. أحبائي المشاهدين، يعني روشتة رائعة النهاردة إزاي أعدي من الأزمات. خلونا نفتكر كويس قوي أنه إحنا في باب خلاص قفلناه، باب العتاب اللي هو أول درجات التذمر. إحنا قفلناه بضبة مفتاح زي ما بنقول، لا يمكن نرجع له تاني، لا يمكن يجي في بالي اني استذنب الله. خلونا كمان نفتكر انه مشاعرنا المتألمة المجروحة لا احنا هنكبتها ولا هنطلقها، لكن هي ليها فن إدارة إلهنا العظيم بيدينا المفتاح ليها. خلونا نفتكر دايما الروشتة اللي خدناها. أول حاجة في وقت الأزمة، أول حاجة أعملها أني أدخل إلى مقادس الله بتسبيح وتعظيم لهذا الإله الصالح البار الأمين اللي مليان بالحب والرحمة ليا، وأفتح كتابي وأسمع صوته وأقول يا رب أنا عايز أشوف الأمر وأشوف الأزمة من عينيك أنت. خلونا نكون بنرجع لمرشدينا اللي بيتعبوا علشاننا، ونكون بنحكي معاهم وبنسمع عليهم. وأخيرا نفتكر دايما أن رؤية الله اللي أوسع بكتير من رؤيتي هيكون دايما فيها الحل. ربنا معاك.